سالم اي برا نار يضربوا هما جت واحده جت الميه الله اكبر نعيمه 27/4/2013 ابطال الجيش الحر يستهدفون الرادار بقذائف الهاون والمدفعيه وتصاعد عمود الدخان الله اكبر والعزه لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر معركه بركان حوران ابطال الجيش الحر يستهدفون الرادار بقذائف الهاون والمدفعيه وتحقيق اصابات مباشره قاعدين بنفضوه بالطلق